بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بالجميع وكل عام وانتم بخير بمناسبة إن شاء الله رمضان. إن شاء الله السنة الجاية رمضان الجاي وانتم داومين بالجامعات بإذن الله تعالى. نبلش السالفة آخر موضوع عنا في اليونت 10 في قواعد الإف كلوز. هسه الإف كلوز إحنا كنا مخذينها الفصل الأول، بدنا نأخذها هي نفس الشرح تبع الفصل الأول، بس اللهم إنه في عليها فكرتين جداد. نبلش مقدمة بالإف كلوز. هسه الإف كلوز الجملة الشرطية تتكون من شقين، إف بيجي وراها سنتنس، فاصلة كمان سنتنس. هاي الجملة الشق الأول بنسميه الإف كلوز، جملة الشرط. الشق الثاني بنسميه المين كلوز، جواب الشرط. يعني الشق الأول بنسميه الإف كلوز، والشرط الثاني الشق الثاني بنسميه المين كلوز. بنقدر نعكسهم بحيث انه تيجي المين كلوز في البداية وتكون الاف كلوز في النهاية، بس ما بيجي قبل الاف فاصلة، وهي بنسميها اف كلوز. ناخذ مثال سريع عليها. بقدر اقول انا اف يو ستدي هارد كما فاصلة you will pass exams. عفوا، اذا بتدرس بتنجح. هاي اسمها الاف كلوز وهاي اسمها المين كلوز، وبقدر اعكسهم اقول you will pass exams if you study هارد. هسه هاي اسمها الاف كلوز وهاي اسمها المين كلوز. لما تكون الاف كلوز في البداية بكون بين الجملتين فاصلة، لما تكون الاف كلوز في نهاية الجملة يعني الشق الثاني ما بكون في قبلها فاصلة. اعتقد هيك ان شاء الله الامور مبينة. طيب هسه شو بدنا نيجي نناقش؟ بدنا نيجي نناقش استاذ انواع الاف كلوز. فالاف كلوز حسب الاستخدام وحسب النوع تقسم الى اربع انواع. الاف كلوز في عنا هسه بدنا نيجي ناخذ التايب 0 والتايب 1. ناخذ التايب 0 والتايب 1. بالنسبه للتايب 0 احنا اخذنا قلنا انه الاف كلوز تتكون من اف سبجكت فيرب والمين كلوز سبجكت فيرب. طب شو تصريف الفعل في الاف كلوز؟ هسه في عنا الفعل تصريف اول بنضيف عليه اس او اي اس اذا كان الفاعل مفرد اللي هو زمن المضارع البسيط، والمين كلوز راح يكون في عنا فيها فيرب 1 مع اس او اي اس نفس الشيء اللي هو المضارع البسيط. يعني الشقين في الجملة بكونوا مضارع بسيط. نأخذ مثال عليها. If you heat water، إذا أنت بتسخن المي، الفعل عندنا إيش هو؟ heat verb one. It boils، بتغلي. It boils verb one مع s لأنه it شو مالها مفرد. إذا بتسخن المي بتغلي. نأخذ مثال ثاني. If it rains، إذا بتمطر. هاي verb 1 مع s لأنه it مفرد. The streets get wet، الشوارع بتنبل. إذا بتمطر الشوارع بتنبل. طبعا أستاذ الفعل عندنا في الشق الأول والشق الثاني verb 1. طب كيف بننفيها؟ بننفيها باستخدام don't أو doesn't و verb 1، وهنا نفس الشيء النفي بيكون بdon't أو doesn't والverb 1 اللي هو نفي المضارع البسيط. يعني لما نيجي على هاي الجملة بدنا نقول if you don't heat water it doesn't boil، بدون اصلا انه لازم يكون infinitive. if it doesn't rain the streets don't get wet، الشوارع ما بتنبل. اذا ما طرت الشوارع ما بتنبل. احنا بنلاحظ استاذ انه التايب زيرو امتى استخدمتها؟ مع الحقائق الفاكتس. يعني اذا تحقق الشرط جواب الشرط بتحقق بنسبة 100%. يعني اذا بتسخن المية بتغلي، اذا بتمطر الشوارع بتنبل. قديش بدها لما الشوارع تنبل بعد ما تمطر؟ مباشرة، يعني مجرد ما مطرت الشوارع بتنبل، مجرد ما سخننا المية بدها تغلي. إذا التايب زيرو بستخدمها مع مين؟ مع الحقائق.
وتصريف الفعل في جملة الإف كلوز والمين كلوز هو عبارة عن فيرب 1 مع أس أو أس إذا كان الفاعل مفرد اللي هو زمن المضارع البسيط. طب نروح على التايب 1 نشوف شو بيختلف التايب 1 عن التايب 0. في التايب 1 مستخدم مع يعني نستخدم التايب 1 بكون إن هنا فيرب 1 اللي هو فعل المضارع البسيط مع أس أو أس اللي هو نفس التايب 0 زي ما أنتم شايفين، ولكن جملة المين كلوز راح يكون فيها ويل أو كان أو شل أو مي مع الفيرب 1. إذن هم تشابهوا في جملة الإف كلوز بس اختلفوا في جملة إيش؟ المين كلوز. نأخذ مثال If you study hard، الفعل إن هنا study verb 1، You will pass exams، إذا بتدرس بتنجح. أجا عندنا مودل اللي هو will مع الverb 1 pass exams، ومش كل المودلز بس بنستخدم will أو can أو shall أو may والverb 1. نأخذ المثال الثاني نشوفه If she saves money، إذا هي بتوفر فلوس verb 1 مع أس لأنه شيء مفرد، she can buy a new car، إذا بتوفر فلوس بتقدر تشتري سيارة. طيب نيجي على النفي، النفي هان راح يكون عندنا باستخدام don't أو doesn't والverb 1، وهنا النفي بإضافة المقطع إيش؟ not على will أو can أو shall أو may. يعني هان لو بدنا نيجي نفيها بدنا نقول if you don't study hard you will not or won't pass exams. If she doesn't save money she can't buy a new car. طيب نيجي على الاستخدام، امتى احنا بنستخدم التايب 1؟ انا بستخدمها مع اشي يمكن ان يحدث في المستقبل، possible to happen in a future، يعني مش مباشرة، يعني هو راح يصير، يعني بيصير بنسبة 99%، بس في عنا 1% انه ما يصير او يحتاج فترة في المستقبل لما يتحقق. هل انا مجرد ما درست بدي انجح؟ لا، بدي فترة اقدم امتحانات ونشوف النتائج الاخرية، واحتمال ادرس وما انجح. If she saves money she will buy a car. هل مجرد ما وفرت الفلوس او بلشت توفر بالفلوس اشترت السيارة؟ لا، بدها فترة. اذا الفرق بين التايب 0 والتايب 1 انه التايب 0 استاذ انا بستخدمه مع اشياء حقيقية، مجرد ما تحقق الشرط الاول بتحقق الشرط الثاني. التايب 1 بستخدمه مع اشي يمكن ان يحدث في المستقبل، فضروري جدا نبقى حافظين الشكل انه التايب 0 verb 1 مع verb 1، التايب 1 عندنا verb 1 will او can او shall او may والverb 1. طيب نشوف كيف بيجي عليها الأسئلة وكيف بدنا نتعامل معها. الأسئلة راح تيجي عليها أستاذ إما بأسلوب صحح الفعل أو بأسلوب اضع دائرة. جهزنا لك شوية تمارين، يا ريت تكون معك ورقة وقلم عشان تكتب معي التمارين. نبلش. بسم الله الرحمن الرحيم. If you red and yellow you get orange. طيب بشكل سريع نيجي نتذكر أستاذ إحنا نكتب هان على رأس الصفحة التايب 0 والتايب 1 شو كان قانونهم. التايب 0 if subject verb 1 مع s او es وباقي الجملة، والمين كلوز كانت subject verb 1 مع s او es وباقي الجملة. طيب التايب 1 if subject verb 1 مع s او es وباقي الجملة، subject will او can او shall او may والverb 1 وباقي الجملة. وعرفنا كيف ننفيهم باستخدام don't و doesn't، وعرفنا أستاذ كمان إنه إحنا اللهم صل على سيدنا محمد هاي بنستخدمها مع الحقائق، وهاي بستخدمها مع ممكن الحدوث، يعني بده فترة لما يصير في المستقبل. طب نيجي على الشق على الجملة الأولى if you red and yellow you get orange. أنا الفعل المطلوب معي بالإف كلوز، عشان اعرف شو موجود في الاف كلوز بدي اروح اطلع على المين كلوز. شو في عندنا في المين كلوز؟ get عباره ايش؟ يو جيت اورنج فيرب 1. طب امتى بكون الفعل في المين كلوز فيرب 1؟ في التايب 0 ولا في التايب 1؟ في التايب 0، لانه هي عندنا هنا ايش؟ فيرب 1. اذا شو راح يكون الفعل؟ فيرب 1.
إذا if you mix بدون أس أو إس لأنه you تعامل معاملة الجمع. نروح على المثال الثاني. If it we want to play football. If it الفعل المطلوب عندنا في جملة الـ if clause عشان أعرف شو موجود في الـ if clause أطلع على main clause في إن want play اللي هي will not زائد الـ verb 1. إذا هاي type 0 ولا type 1؟ type 0 type 1 لأنه عندنا will زائد الـ verb 1. إذا راح يكون هان عندنا كمان ما دام عندنا will و verb 1 إذا راح يكون عندنا الـ verb 1. إذا if it rain بما إنه it مفرد شو لازم نضيف على الفعل؟ s. If it rains we want to play football. إذا بتمطر ما بنلعب كرة قدم. نروح على المثال رقم 3. If he gets up late إذا هو استيقظ متأخر الفعل الموجود عندنا في جملة الـ if clause المطلوب مين؟ في جملة الـ main clause he the bus. هانا أستاذ أنا لما أطلع على الفعل في الـ if clause إنه verb 1 طب ما هي بجوز تكون 0 وجوز تكون 1 طب مين اللي بحدد لي إياها؟ معنى الجملة. يعني هانا أنا الحل على إيش؟ على المعنى. إذا هو بصحى متأخر بضيع الباص، هل هو قانون ولا ممكن؟ ما هو مش مجرد أنه صحى متأخر ضيع الباص، يعني هاي أستاذ ما بتنحل على قانون الحقائق، يعني هاي بدها فترة لما تصير في المستقبل واحتمال يضيع الباص واحتمال إيش؟ ما يضيع الباص. إذا هي مثلا نأخذ ويل أو كان أو شل أو ميل اللي بدك إياها. خلينا نستخدم ويل. هي ويل مس ذا بس. وهان أستاذ أنت بإمكانك تستخدم أي فعل ظرفي بتشوفه مناسب. نيجي على التمرين رقم 4. If you add oil to water. If you add A double D verb 1 إذا أضفت المية على الزيت it float. إذا منضيف المية على الزيت بطفو. قانون ولا مش قانون؟ قانون. حقيقة ولا مش حقيقة؟ حقيقة. إذا هان أستاذ تايب زيرو. صحيح إنه عندنا الفعل فيرب 1 ما هو أنا مش عارف هل هي تايب زيرو ولا تايب 1. حسب المعنى لقينا إنه هذا قانون فلازم نقول if you add oil to water it floats. ولازم نضيف عليه أس لأنه it مفرد. الجملة رقم 5. If students study hard they usually better marks. أيوة هسه هاي في عليها ملاحظة. نرجع أستاذ على الورقة على التايب زيرو. في التايب زيرو أستاذ عندنا أو نيجي نكتب عليها ملاحظة هنا هيك على جنب. هسه إحنا التايب زيرو بتكون من F subject verb 1 S أو ES وباقي الجملة. وهنا عندنا كمان subject verb 1 S أو ES وباقي الجملة. التايب 1 if subject verb 1 مع s او es وباقي الجملة subject will او can او shall او may والverb 1 اعتقد احفظناهم. هسه لو جينا اخذنا المثال التالي لو جيت قلت لكم if I get up early I فراغ كوفي درينك. إذا أنا بصحى بكير بشرب قهوة هل هي قانون ولا احتمال؟ لا احتمال. إذا رح نيجي نقول I will drink. ولكن شو الملاحظة؟ الملاحظة إنه إذا كان في الجملة اللي هي جملة المين كلوز الشق الثاني always أو usually الحل على تايب زيرو. يعني لو صارت الجملة if I get up early I usually فراغ كوفي. نفس الاشي الفعل drink. هسا أستاذ هي تايب 1 هاي الجملة خلينا بس نميل لكم اياها. If I get up early هي عندنا verb 1 I coffee انا بشرب قهوة بس هو مش قانون ولكن وجود usually او always في الجملة
بخلينا أطبق التايب زيرو. إذا وجود يوجوالي أو أولويز بخلينا أطبق تايب زيرو. إذا راح نقول I usually drink. إذا الملاحظة إنه إذا دخلنا usually أو دخلنا always على الجملة لازم نحلها تايب إيش؟ لازم نحلها تايب زيرو. نرجع على المثال اللي كنا فيه. If students study hard, they usually better marks. هسا إذا الطلاب درسوا بجد بيجيبوا علامات أفضل. هو مش قانون. هو ممكن. ولكن وجود usually في الجملة رح يخلينا نطبق عليها type 0. إذن they usually get. الملاحظة بوجود إيش؟ usually. هسا اللي بيعرف حل سؤال صحح الفعل أستاذ. نفس الإشي بيعرف حل سؤال الضع دائرة. هم من نفس المبدأ. نروح على التمرين رقم 6. If you fast, you will arrive on time. إذا بالسوق بسرعة بتصل بالوقت المحدد. عشان أعرف أنا شو الفعل في الإف كلوز بطلع على المين كلوز عندي will arrive. مدام في عندي will arrive إذن هاي type إيش؟ type 1. إذن الفعل هنا لازم يكون إيش؟ verb 1. وبما أنه يو جمع ما بتأخذ لا أس ولا يأس. إذن مستحيل تكون drives ومستحيل تكون drove ومستحيل تكون driving. إذن الجواب إيش هو؟ drive. هاي بالنسبة لسؤال صحيح الفعل أو سؤال الضع دائرة هم نفس الفكرة. If plants don't get enough sunlight, they فراغ. نيجي على الفعل. If plants don't get. عندنا verb 1 بس إيش ماله؟ منفي. Enough sunlight, they. هاي في عندنا verb 1 هن. إذن هاي يا بتكون 0 يا بتكون 1. قبل ما نيجي إحنا نخش على الإجابات وإلى آخره. إذن هان الفعل يا بكون verb 1 يا بكون عندنا will و verb 1. أنا لسه ما جيتش على المعنى. إذن يا بدور على verb 1 يا على will و verb 1. Verb 1 إذا كانت 0 واللو فيرب 1 إذا كانت تايب 1. طيب داي دايز دايد داينج مش موجود عندنا واللو فيرب 1. إذن أكيد الإجابة إيش هي؟ فيرب 1 أكيد 100%. إذن أكيد مش داينج ولا دايد ولا دايز لأنه ذي جمع. إذن الإجابة إيش هي؟ داي. وهي قانون إذا النباتات ما بجيها شمس كفاية بتموت. نروح على الجملة رقم 8. If one presses the button the picture فراغ. عندنا if one presses فيرب 1 مع أس. إذن هنا أستاذ تايب 1 أو تايب إيش؟ 0. يعني يا بروح بدور على verb 1 يا بدور على أحد أفعال المودل مثلا زي will والverb 1. طب شوف شو الإجابات. move moves moved would move. إذن moved would move غلط. صفت يا move يا moves لأنه يا verb 1 يا verb 1 مع أس وياس. بما أنه ما فيش عندنا verb will و verb 1. the picture مفرد إذن شو راح تأخذ؟ moves. طبعا هذا سؤال وزاري. يعني تخيل هم كمان لاحظ معي أستاذ ما جاب لي will move عشان أشك فيها. يعني هو بجيب لي ثلاثة غلط 100% وواحدة صح 100%. نيجي على كمان مثال وزاري. You will buy a new flat. هنا عكس ال if close والmain close. يعني المين close فيها will و verb 1. إذن أكيد الجواب هنا إيش هو؟ verb 1. If you will buy a new apartment, you will buy a new apartment if you enough money. بتشتري شقة إذا بتوفر فلوس. إذن هل لازم يكون عندنا verb 1. save saves is saving saved is saving و saved برا. طب save ولا saves بما أنه يوتو عامل معاملة الجمع إذا الإجابة إيش هي؟ save. هاي بالنسبة أستاذ لا كيف نحل type 0 والtype 1. طيب في عندنا ملاحظة جديدة اللي هو الفكرة الجديدة. إحنا لهسه أستاذ اللي أخذناه في كل هذا الفيديو إحنا ماخذينه الفصل الأول بتفصيل الممل. طب وين الزيادة؟ وين الإشي الجديد؟ وين الفكرة الجديدة على الموضوع؟ الفكرة الجديدة أستاذ هي إنه عفوا ملاحظة هامة. يوجد كلمات تستخدم حسب قاعدة F ولكن مع فرق في المعنى، تختلف في المعنى. إيش هم هذول الكلمات؟ provided that بشرط أن، as long as طالما، unless إذا لم، even if حتى لو، when عندما. هان الحل حسب المعنى. يعني هاي السؤال بيجي عليها 100% بخمس علامات والحل بكون أستاذ على المعنى. يعني لازم نفهم معنى الكلمة ومعنى الجملة. ماخذين إحنا أستاذ جمل من الكتاب وفي عليها تمارين كاملة في الكتاب في الدوسية إنه نخليكم ترجع تحلوها وأغلبها محلول يعني قدامكم.
نيجي على الجملة الأولى. هسا إحنا الفكرة في هذا التمرين بدنا نستخدم هاي الكلمات في إملاء الفراغ. يعني ما بدي أكتبهم، نعتبر إنه كل مرة بدنا نختار واحدة من هذول الخمس كلمات عشان نحطها وين بالفراغ، بالإضافة إلى إيش؟ بالإضافة إلى F. يعني عندنا ست خيارات كل مرة. طيب نيجي على الجملة الأولى. You will arrive at the station next Saturday. We will be there to meet you. لما عندما تصل إلى المطار يوم الأحد الجاي السبت الجاي، we will be there to meet you، راح نكون موجودين عشان نقابلك. طيب إذا بتصل المطار بنقابلك، والله احتمال، بشرط إنك تصل المطار بنقابلك مش كثير، as long as طالما مش كثير، unless إذا لم مستحيلة، even if كمان مستحيلة. إذا أنسب واحدة في الجوابات إيش هي؟ when، يعني بصير معنى الجملة when you arrive at the station next Saturday، لما تصل الأسبوع الجاي we will be there to meet you، بنكون موجودين عشان نقابلك. إذا هنا الإجابة إيش هي؟ when، يعني هو بدي أحط لي بالخيارات when و even if و unless إلى آخره، أنا بدي أختار واحدة من هذول الخيارات. نشوف المثال الثاني. I will go out with you. I have to help my father. أنا رح أطلع معك، أنا مش لازم أساعد أو عندي مساعد. I have to help my father إذا بدي أساعد أبوي. طب أنا بدي أطلع معك إذا بدي أساعد أبوي، إذن هاي مستحيلة، بشرط أني أساعد أبوي مستحيلة. إذن الإجابة إيش هي؟ unless، يعني رح صير إجابة I will go out with you، رح أخرج معك، unless إذا لم يكن علي، يعني مطلوب مني أساعد والدي. نروح على بعديها. I will help you. You help me. راح أساعدك إذا بتساعدني صح. هسا if you help me بصير صح. When you help me كمان بصح. بس أصح واحدة as long as. يعني هنا أستاذ في الجمل اللي أنا حط لكم إياهم، هنا بيجي أكثر من واحدة. بس في امتحان الوزارة، يعني هسا لقدام في إن جملتين من امتحان الوزارة، مستحيل يكون في أكثر من جواب صح للجملة. أنا بساعدك طالما أنت بتساعدني. طالما أنا أنت بتساعدني أنا راح أساعدك. الجملة اللي بعديها. If it doesn't، عفوا، it doesn't rain we will have a picnic next week. ما بتمطر، it doesn't rain، ما تمطر، راح نعمل رحلة الأسبوع الجاي. هنا الإجابة إيش هي؟ فكر لي فيها. If إذا بتمطر بنطلع، يعني إذا ما بتمطر بنطلع، ولا بشرط إنها ما تمطر. هنا الإجابة أستاذ الأفضل إيش هي؟ provided that. هسا if صح، بس الأصح اللي هي provided that. يعني if صح بس الأصح provided that. الجملة رقم خمسة. You win the prize. How will you spend the money؟ بس تفوز بالجائزة، كيف بدك تصرف الفلوس؟ هل رح نيجي نقول if وبتزبط وين؟ When you win the prize how will you spend the money؟ يعني هذا الثنتين صح، بس الأصح إيش هي؟ if. وزي ما قلت لك أستاذ برجع بطمنك، يعني ما راح يجيبوا لك جمل يكون الخيارات فيها أكثر من واحدة صح. I pass my driving test. I won't have my own car. يعني أنا بنجح في اختبار السواقة، ما راح يكون عندي سيارة. إذا بنجح في اختبار السواقة ما بيكون عندي سيارة، يعني هي صح، بس الأصح إيش هي؟ even if. حتى لو نجحت في اختبار السواقة ما راح يكون عندي سيارة. يعني أنا الواحد مش أول ما ينجح، إحنا خصوصا طبقتنا الطفرانين، مش أول ما ينجح بروح بشتري سيارة، في امتحان السواقة بده فترة. فنيجي أستاذ هسا في عنا هسا صفحة 80 و 81 و 82، هذول واجب، هذول حل لي اياهن عشان تتمرس انت على قاعدة تايب 0 والتايب 1. وهنا انا استاذ محط لك في الدوسية اهم تمرين موجود عليها في الدوسية اللي هو صفحة 81، بحيك استاذ بدي افهمك شو بدك تسوي في التمرين هذا. زي ما انت شايف في التمرين معطيني جمل. during رمضان we eat، هاي احنا في رمضان بناكل. I will phone you، سوف اتصل بك. we will go to our favorite restaurant on Friday، راح نروح على المطعم اللي بنحبه يوم الجمعة. I will take the job offer، سوف أقبل عرض العمل. We have to go to school، لازم نروح على المدرسة. هانا معطيني شق المين كلوز، هذول إيش هم المين كلوز؟ لأنه هي أداة الربط if بمعنى إذا،
when عندما even if حتى لو unless إذا لم provided that بشرط أن. وهنا معطيني ال if clause, يعني نعتبر هذول هم ال if clause. ترى كلهم نفس الإشي, نفس معنى كلمة if, نفس استخدام if بس مش نفس المعنى. It is closed إنه مغلق. We are tired, متعبين. It is a part time. I haven't finished my university study yet. هاي بتحكي عن العمل. The sun sets اللي هو مع رمضان. I miss the bus so that you can pick me up. إذا أنا ما لحقتش الباص فبتقدر تيجي تاخذني. نيجي ناخذ الأولى. هاي واحد. During رمضان the sun sets. هاي مع واحد. فرمضان ملوك لما تغيب الشمس. طيب أنو أحسن معنى فيهم كلهم؟ اللي هي when. مش if. إحنا ملوكل عندما تغيب الشمس. عندما تغيب الشمس وبنفطر. إذا during رمضان راح أجيب لنا زي هيك السؤال, يعني كيف أنت هنا حط لك أنا مربع بس هو راح أجيب لك إياها خيارات. إحنا في رمضان بنأكل عندما تغيب الشمس. I will phone you. راح أتصل فيك مع I miss the bus so that you pick me up. هاي مع رقم اثنين. طب شو الإجابة الصح؟ حتى لو أنا يعني بتصل فيك حتى لو ضيعت الباص؟ لا. إذا ما ضيعتش الباص لا, بشرط إني أضيع الباص لا. إذا إيش هي الإجابة؟ If I will phone you if I miss the bus so that you can or you pick me up. أنا إذا ما لحقتش الباص بتصل فيك عشان تيجي تاخذني. We will go to our favorite restaurant on Friday unless it is closed. هاي مع رقم ثلاث. إذا مش مسكر المطعم بنروح عليه يوم الجمعة, يعني إذا لم يكن مغلق سوف نذهب إلى المطعم. I will take the job offer. أنا راح أخذ أو أقبل عرض العمل بشرط أنه يكون إيش؟ part time. هاي مع رقم أربعة. Provided that it is a part time, I haven't finished my university studies. يعني أنا ما بقدر أشتغل لأن أنا مش مخلص إيش الشغل. We have to go to school. لازم نروح على المدرسة. Even if حتى لو we are tired. حتى لو كنا متعبين. ولا زي ما أنتم ملاحظين أنا حط لكم إيش الأنسرز. حاول أستاذ إنه أنت تحل هذا التمرين لأنه هنا الحل هو يعني الحل على المعنى فقط. يعني ما بدهاش اطاره هن بيجي مع التايب 0 والتايب 1 والحل على ايش على المعنى. هسه هيك بدنا نروح الحصه الجايه, هسه بدنا نوقف هان لانه صار لنا 27 دقيقه ونعطيكم الجزء الثاني تاع التايب 2 والتايب 3. يعطيكم العافيه شباب وصبايا واشتقنا لكم, معلش انا تاخرت عليكم في تنزيل الفيديوهات ولكن يعني قدر الله وما شاء فعل, وان شاء الله يا رب نشوفكم على خير وهدات بال وننسق احنا وياكم على اساس نسوي لكم ان شاء الله حصة مراجعة على الزوم مش عارف على ايش الاقتراح. يا ريت انكم تساعدونا في تحديد كيف لان انا مش عارف اشتغل على الزوم. على كل حال يعطيكم العافية ونراكم عن قريب ان شاء الله. السلام عليكم.